age female and present to the CT scan unit to exclude acute abdomen. دكتور أحمد عبادي. السلام عليكم. صباح الخير. يلا حتى تعلق لنا على الكيس، سمعت التليستري؟ اي نعم استاذ. يلا. بس مشيها دكتور ما يبغى بلا زحمه عليك. بلي. هذا النيتف دكتور. نعم. إذا أكو كورونا دكتورة. دكتورة إيش قد عمرها قلتي هاي المريضة؟ 45 دكتورة. أوكي. اكو كونتراست دكتوره؟ بلي. كنا على شفت دكتور احمد. اي نعم دكتور، يعني دكتور اكزيال اند كورونال سي تي سكان اوف ابدومين ريفيل ويل ديفاين هايبودنس هيباتيك ليجين، وشفنا فد لارج سيستيك ليجين اوكيباينج الابر والميدل بول اوف رايت كدني اند اولسو شو. بس رجعي لي دكتور على الصورة. جاء الكورونا. بلي. سهنا يمش. يعني دكتور اذا نشوف هذا internal septation اكو بالنسبة للهيباتيك. شو يصيحوا لهذا؟ يعني هذا هو well defined و وده نشوف شو يصيحوا له؟ الانترنال سبتيشن؟ هو هذا الشكل مال هذا الليجن، شو يصيحوا له؟ هذا كوغويل. اي كوغويل. ايه كوغويل ابيرنس. زين، فاذا هذا شنو ايش تعتبره الليجن؟ يعني هذا هو دكتور يعني كانما يعني سبوت دايجنوزز يعني بالليفر وبالهذه يعني كان يعني يمشي ويا الهاي داتد. اكسلنت. زين هم ذا سيم كاركترستيك التو ليجن مال الكدني والليفر؟ حسب اعتقادك the same characteristic يعني دا اشوف ها؟ عندي two lesions واحد هيباتيك واحد رينال the same characteristic يعني هذا اللي بالرينال دكتور هذا دا نشوفه واضح انه daughter cyst اي وذاك يعني هذا ذاك همين daughter cyst اثنين يعني اذا of the same characteristic Both of them and the same characteristic. مو صحيح؟ إذا عندنا two lesion واحد بالليفر واحد بالكدني. فأنت قلت سبوت هذا شنو؟ يعني هذا دكتور هايداتي ديزيز وده نشوف بالنسبة للرايت كدني يعني مسوي ماس إفكت حتى بالهيباتيك أنا شفته يعني مسوي ماس إفكت كأنه ماكو هايدرونفروسس بالرايت كدني. بس I agree with you اكو I agree with you no hydatid بس اكو ساين بالهايداتي particularly نشوفها after giving contrast اللي هي شنو هي؟ اللي هي تعتبر diagnostic تميزك اياها عن ال simple cyst. Enhancing wall enhancing. Wall enhancing بس ايش كم wall زين عندنا؟ نعم دكتور كم وال؟ يعني كم وال عادة بالهاي داتي؟ يعني 3 والز البيريسيست وال اي وبالانهانسمنت ايش كم واحد نشوف؟ يعني هسه احنا نشوف دكتور يعني البيريفرال وال نشوفه زين ودن يعني هسه يعني حتى دا اشوف الانترنال همين يعني اكو انترنال سبتيشن اكو فيها سادات نزلين لي جوه يعني هو عادة دبل لاير سيست
دبل لاير سيست نشوف اللي هي تعتبر دايجنوستيك بالنسبة للهاي داتا تو بي ديفرنشيتد. زين نعم دكتور. ايش قد نسبة الرينال هاي داتا؟ يعني هو رينال يعني عادة والله يعني ما شايف يعني غير يعني يمكن أقل من 4-3% إيه 2% تقريبا. إيه زين بس على هاي الإيمج بس على هاي الإيمج الواقفة دكتورة مروة عليها أكو بعد أذر أبنورماليتي دا أشوف؟ إيه يعني دا أشوف إنه يعني هايدرونفروسيس يعني هذا اللي أشوفه رينال بيلفيك إيه و يعني والابر يوريتر وهم يعني دا اشوف كانما يعني كانما هاي ربتشر هنا بالوول مو كومبليت. اكسلنت صحيح الكومبليكيتد. اي نعم كومبليكيتد دكتور كومبليكيتد. زين يعني هسه هذا البلفيس مال الكدني دايليتد دايليتد والابر يوريتر دايليتد لو مو دايليتيشن مالته شنو السبب؟ يعني هو هذا الماس افكت مال ال تتوقع مو انت قلت اكو ديسكونتينيوتي بالوول معناه شنو؟ معناه يعني بريتشنج رابتشر بريتشنج اوف زين من صار رابتشر من صار رابتشر ايش يطلع منه؟ يعني هو الكونتنت مالتها راح ينزل اللي هي شنو هي؟ اللي هو هاي زين الست هذا الكدني ماخذه انهانسمنت طبعا اللور بول اي ماخذه وهاي زين اذا تاخذ له ديليد اسكان تتوقع هذا البلفيس ويل بي اوباسيفايد باي دي كونتراست يعني هي اتوقع انه ليش؟ يعني هو لان ربتشرد هي السيست ربتشرد احنا من عندنا دايليتيشن بالبلفيس غير اكو فت كوز الاوبستراكشن هو الهاي داتي هذا بالأبر بول إجابة ما له دخل بالبيلفيس يعني دكتور مثلا يعني هذه هو الكوز مال الأوبستراكشن انت قلت دايليتد بيلفيس الكوز يعني مال الدايليتيشن أوبستراكشن نعم الكونتنت مالته احتمال دوتر سيست انه سادم يعني اليوريتر هو هذا دوتر سيست لا مو قلت لك دكتور الكونتنت مالته انه يعني ما يخالف هذا فدي دوتر سيست ومتجمع بالبلفيس وهذه فت ما تتوقع يصير له باسيفيكيشن بالديلي ديسكان مو صحيح؟ لا اي بالضبط نعم لانه ربتشر صحيح. اوكي احمد شكرا جزيلا دكتوره مروه احكي لنا على الكيس حتى نستغل الوقت. بلي استاذ هي هاي فيميل جت رايت سايد رينال يعني رايت سايد رينال كوليك وهم مسوي لها الترا ساوند بس مو اكسكلوسيف فدزونها حتى يتأكدون ولقينا عندها هذا مو كونكلوسيف مروة اي مو كونكلوسيف دكتور كان يعني اكو فرق بين الاكسكلوسيف والكونكلوسيف الكونكلوسيف يعني بلي استاذ هو كان مو كونكلوسيف وهي كانت من البرفري فسوينا لها احنا سيتي وشفنا انه عندها الو استاذ تسمعني اسمعك واضح دنسمعك معك فاحنا من سوينا لها شفنا عندها هذا الكورتيكال بريكينج وصاير دايليتيشن بالابر بالفيكاليسيا سيستم وابستراكشن فتوقعنا انه بسبب السكوليسيس اللي نازله لي جوا واللي ما قدرنا نحصل لها صوره صح بلي استاذ عندي توك بسيط دكتور اشو يعني وبالليفر هم هناك واحد نفس الوقت طبعا هذا اللي بالليفر كان شويه مبين مسوي لنا دايليتيشن بالبليارتري بس هنا كان مو كلش واضح يعني احنا مش سوينا لها اصلا رابتشر انترا بلياري يسوي دايليتيشن بس اذا ماكو رابتشر ما يسوي دايليتيشن بلي استاذ اوكي بس مسويه توك على الهاي داتي بلي استاذ يلا تفضلي مروه الرينال هايداتد انفكشن is seen in less than 5% of patients with hydatid disease. Infection is caused by parasitic zoonosis with echinococcus type 1. The kidney are most commonly affect urinary organ, but the bladder
prostate, seminal vesicle, and testis can also be involved. Clinical presentation are variable and have polymorph symptomatology, which is rarely specific. Hydatiuria is bathic pneumonic sign of renal hydatosis and result from rupture of hydatid cyst into collecting system. Radiographic feature, the Blaine radiograph. The Blaine X-ray may show soft tissue mass or ring-shaped calcification in the renal region. Excretory urogram may demonstrate calcium distortion, calyectasis, and non-functioning kidney, possibly caused by mass effect of cystic lesion. This WH classification of cystic echinococcosis divide into five types on basis of ultrasound appearance. Cystic echinococcus type 1, appear a unilocular simple cyst. In this stage, a disease is active. Cystic echinococcus type 2, اللي هو يكون multivesicular, multiseptase cyst. Even in this stage, a disease is active. Cystic echinococcus type 3, floating membrane or water lily sign. This is transition. This is transition stage between active and inactive stage. Cystic echinococcus type 4, heterogeneous degenerative content. This starts inactive stage. Cystic echinococcus type 5, 6, calcified wall, inactive. This is example on each stage. This is stage 1, unilocular cyst with the small internal echo. This internal echo represents hydatid stand and not appear just when rolling the patient or reaching the position. Result from rupture of skull vesicular. Stage 2, اللي هو الإكنوكوكس type 2, divide into two types according to the appearance of hydatid, according to hydatid stand. ممكن تكون peripheral بالtype 1, الدوتر سيست تكون peripheral اللي هي cystic echinococcus type 2A. Type 2B تكون distribute يعني تاخذ كل السيست تقريبا يعني diffuse. This stage is active. The transitional stage, cyst, the internal membrane of cyst, اللي هو endocyst, start to detach from pericyst, causing water lily sign or snake sign. This stage is a transition stage between active and inactive stage. Stage 4, اللي هو تكون تبدي تصير heterogeneous, يعني mixed between cystic and solus component. Stage 5, اللي هو يكون completely calcified or dead. هاي بعض يعني example على each stage. هذا stage يكون multicystic hypoechoic mass with septation. Thick wall, cystic mass in the left kidney, fluid in the central bar, hyperattenuating posterior course, peripheral calcification. هذا example على cystic echinococcus type 2 اللي هو تقريبا نفس الكيس مالتنا. تكون well defined cystic lesion, multiple internal septation, suggestive of daughter cyst. هذا الستيج اللي هو الثالث اللي نقول انه الاندوسيست بدا ينفصل من البيريسيست او يصير يبدي يتحول الى transition. Floating membrane sign or water lily sign. CT scan is the most accurate and sensitive and show unilocular or multilocular cyst with or without peripheral calcification. CT may show detached membrane. A multilocular cyst with mixed internal density and daughter cyst with low density than the maternal matrix. طبعا هاي الصور هي من الكيس مالتنا. هاي بري كونتراست وهاي بوست كونتراست. بوست كونتراست اكزيال بوست كونتراست كورونا. Abdominal CT scan pre and post contrast study reveal large right renal hydatid contain multiple daughter cysts and focal breaching of the hyperdense capsule with leaking of content into dilated pelvic calcium system and upper ureter. دكتور انت سألت على اللاير بالحقيقة هن 3 layer. الأولى اللي هي البيرسيست والثانية اللي هي اللامينيتد layer. البيرسيست تعتبر بروتكتيف واللامينيتد لاير اللي هي سكند لاير اللي تعتبر نوترنت
للهيداتس سيست. والاندور سيست او الجيرمينال سيست جيرمينال لاير اللي هي اللاست لاير هاي اللي تطلع منها السكوليسس هي التو يعني اللاير اللي هي نمبر 2 والاندو والجيرمينال لاير اثنيناتهم يسموها الاندور سيست لذلك هو يطلع باي لاير يعني الثانيه ويا الاخيره يلا يعتبر لاير وحده كيف لذلك هو دبل لاير شايني لذلك هو دبل لاير لا لان الطبقه الوسطى لان الطبقه الوسطى دائما تنحسب مع 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 الجيرمينال لاير اللي هي الاندوسيس صحيح. صحيح هو هذا السيستم حد ذاته هو هذا السيستم حد ذاته والادفانتيج ذاك الاكزوسيس اللي يمثل الهوست كبسول بل هي الاندو الاكزوسيست او البيريسيست اللي هي بروتكتيف للهوست من الهوست بالضبط بينما الجيرمينال ماتريكس اللي هي الاندوسيس لا هي تعطينا السكوليسيس الماجنتيك ريزونانس ايمج حقيقه هو ما يفيدنا مثل ما يفيدنا السي تي لكن يفيدنا فقط بحاله واحده انه السبتال انهانسمنت ممكن يفيدنا ونلاحظ انه البيريسيست يطلع بالتي 2 هايبو وهذه هي كاركترستيك إله مو دايجنوستيك هايبو لأن البيرسيست هو بي فايبروس تشيو فايبروس لاير دينس فايبروس تشيو الحقيقة ليش هي كاركترستيك يعني مو باثجنومونيك لأن احنا هاي الهايبو انتينس ريم ممكن نشوفها بأذر ديزيز ممكن نشوفها بالأبسس ممكن نشوفها بالهيباتوسيلولار كارسينوما يعني هي مو باثجنومونيك فقط سجستف للدايجنوزيس The differential diagnosis of renal hydatid disease. Renal واضح استاذ الصوت؟ واضح واضح تفضلي Renal sinus cyst, multilocular cystic nephroma, localized cystic disease of the kidney, cystic renal cell carcinoma. Renal sinus cyst هي benign, divide into two types. طبعا عندنا البرابلفيك والبريبلفيك. البرابلفيك هو اللي يطلع لنا من البرانكايما وبروتود into renal sinus. والبريبلفيك اللي يكون هو lymphatic in the origin من sinus itself وكل واحد له فد خصوصية أو في الصورة معينة حتى نميزه سواء كان بالألتراساوند أو بالأمار أو بالسيتي مثلا البريبلفيك سيست اللي هو lymphatic in origin frequently bilateral وفلويد density ويسوي الهالمارك إلى إنه هو يسوينا stretching للcollecting system لكن ما يسوينا dilatation هاي النقطة المهمة بي إنه لو نشوف هنا أنا سترتش كالكس طبعاً هذا سي تي يو هذا سترتش كالكس فما يسوينا دايليتيشن عندنا بعد البرابلفكس هاي النقطة الثانية اللي نشوف إنه هو شلون مسويت لنا سترتشنج للكالكس البرابلفكسست اللي هو يكون البارابلفيك سيست اللي هو يكون رينال سيرال سيست arise from renal parenchyma that present in the sinus although barabelvic cyst may be evaluated satisfactorily using ultrasound البارابلفيك سيست الهالمارك مالته انه يسوي لنا هايدرونفروسس لكن بالحقيقه هو مو هايدرونفروسس حقيقي يسموه سيدو هايدرونفروسس عندنا الملتيلوكيليتد سيستيك نفروما This is a rare benign neoplasm which is present as a lateral septated and cystic mass. It is usually present in طبعا هي باي مودل لو نعرف انه الملتيلوكيليتد سيستيك نفروما تكون باي مودل ممكن تجينا باليونج تشيلدرن اللي عادة تكون بالبوي ممكن تجينا بالميدل ايج فيميل وكل واحد طبعا له الكاركتر مالته احنا شلون نفرق الملتيلوكيليت سيستيك نفروما من الهايدات السيست انه السبته اللي بداخلها تاخذ انهانسمنت بينما الهايدات ما تاخذ اكو شغله ثانيه اللي تخلينا تعطينا اكثر كلو البيست كلو اوف دايجنوستس از ذا بريزنت اوف هرنييشن اوف ماس انتو رينال هايلم لو نشوف هنا اكو هرنييشن اوف ماس انتو رينال هايلم هاي انذر اكزامبل وهذا اكثر شيء اوضح انه هي استوى بروتروجن او اكستنشن انتو رينال هايلم اكو عندنا انتيتي اخرى لوكالايز سيستيك ديزيز اوف ذا كيدني ذيس از لوكالايز سيستيك ديزيز اوف كيدني كاركترايزد باي بريزنس اوف ملتيبل سيست سين ثرو اوت بارت اور اول اوف وان كيدني
in etiology of this disorder and now. Normal cortex between the individual cysts help to distinguish this disease from multicystic dysplastic kidney. In this case, the contralateral kidney is usually entirely normal or contains several cysts, which can help distinguish it from autosomal dominant polycystic kidney disease, in which multiple cysts are vary in size and seen in large kidney bilaterally. It is equally important to distinguish localized cystic disease of kidney from multilocular cystic nephroma, which is achieved by demonstrate normal parenchyma in between cysts. This normal parenchyma in between cysts. Another differential diagnosis, multicystic renal cell carcinoma. Cystic tumor may be thick or irregular wall together with a small or large intracystic nodule of a tumor. احنا عادة لازم نشوف بيها cystic RCC لازم نشوف اكو داخلها في solid nodule وماخذ enhancement اضافة الى انه السبت تاخذ enhancement. Renal hydatid treatment and prognosis. هاي بحالة انه هي ما صايرة rupture. احنا renal hydatid نسبة rupture بيها 18%. انه يصير لها رابتشر بالبلفيكاليسيال سيستم. طبعا نسبه الرابتشر اكثر من نسبه الانفكشن لان هي تبقى سايلنت يعني لونج تايم ايفن 10 يير يصير لها رابتشر يلا يحس بيها المريض عاده تكون سايلنت. Four type of option are currently available. Surgical excision طبعا surgical excision احنا ممكن يكون total nephrectomy او يكون partial nephrectomy according to the size and according to the presentation. البير اللي هي عبارة عن بنكتشر واسبيريشن وانجكشن اوف بروتوس كوريوسودال ايجنت اند ريابسوربشن. كيموثيرابي وذ انتي هلمنتيك ايجنت البندازول اور ميبندازول. واش اند ويت فور انكتيف اور سايلنت سيست. تريتمنت اوتكم امبروف وين سيرجري اور بير واز كومباين وذ بنزيميدازول جيف بيفور اند افتر سيرجري. ريكارد ميديكال مانجمنت هاي سكوريوسيدال and anti-cystic activity was seen in combination therapy with albendazole plus praziquantel and were more likely to result in care or improvement. Thank you.